والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً سارة، شكراً أميرة، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية. أكد المركز في بيان له أن الإعلانات المتداولة مزيفة ولا علاقة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بها، مشددا على أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير السنوي 14 الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو الماضي بشأن الغاز الطبيعي المسال، حيث يعتبر هذا التقرير المصدر العام الأكثر شمولا فيما يخص الاتجاهات الرئيسة في الغاز. أشار التقرير أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عاما مضطربا في تاريخ أسواق الغاز، إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة مرونة موثوق بهما للانتقال الآمن للطاقة. أشار التقرير أن حجم التجارة العالمية من الغاز عام 2022 بلغ نحو 401 مليون و500 ألف طن متري. أكدت الحكومة أنه سيتم الأربعاء والخميس صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري ل 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه ل 1558 شركة مصدرة. كانت الحكومة قد وافقت على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بقيمة ملياري جنيه لتصبح 12 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال وشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، واستقبل السفينة ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة، وذلك في أولى رحلات السفينة لميناء مصري مطل على شرق المتوسط، حيث كانت السفينة قادمة من رحلتها من آسيا مرورا بأفريقيا من خلال مصر ومنها إلى أوروبا. في سوق المال ألهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات تجاوزت نحو مليارين و300 مليون جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و219 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة، وزاد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 13% ليغلق عند مستوى 5367 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة
للأسعار الفائدة الرئيسية لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد. هبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.97% لتصل إلى 84 دولار و51 سنت للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.33% مسجلا نحو 80 دولار و59 سنت للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتصل إلى 3 دولارات وسنتين للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.12% لتسجل نحو $2.65 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في السعودية أظهرت بيانات حكومية تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو مقابل 2.7% في يونيو. أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات. في الوقت نفسه يواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لسارة وأميرة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.